استقبلت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة مجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى المملكة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، وذلك لدى زيارته مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث وعدد من البيوت المتفرعة عنها. وأثناء الجولة تعرف الشيخ سلطان على عمل المركز الذي يعمل منذ 17 عاما على إحياء الأماكن عبر نشاط يتضمن محاضرات وأمسيات شعرية وفنية وعلامية تعدت 500 أمسية قدمها المركز في 16 موسم ثقافي. هذا وأشاد سعادة السفير الإماراتي بعراقة المركز والبيوت المتفرعة عنه وبما تحمله من موروث عمراني يوثق ذاكرة تاريخية وثقافية لمملكة البحرين.